قامت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الشكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولية على ضوء الواقعة التي تم رصدها يوم أمس في حوالي الساعة 2:35 ظهرا بالتوقيت المحلي، حيث قامت مقاتلتان قطريتان تحلقان فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران دون إذن مسبق على ارتفاع 30,000 قدم. وقد قامت المقاتلتان بالارتفاع تحت طائرة إماراتية خاصة متجهة من الفجيرة لروما، ما أدى إلى تدخل المراقبة الجوية بمملكة البحرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران. كما قامت الطائرة الإماراتية بالارتفاع إلى 35,000 قدم لتفادي المقاتلات القطرية التي دابت على انتهاك الاتفاقيات الدولية وتعريض حركة الطيران المدني للخطر في المنطقة، علما أن هذا التصرف الغير مسؤول من المقاتلات القطرية هو الثاني تجاه طائرة إماراتية في نفس اليوم. الأولى التي يقدم فيها نظام الدوحة على تصرف متهور كهذا، ولن تكون الأخيرة على ما يبدو، طالما أن التعنت يهيمن على عقلية من يدير ويفتعل الأزمات في البيت القطري، عقلية أخذتها العزة بالإثم عبر زج المدنيين ضمن أجندات الأوراق السياسية القطرية البعيدة كل البعد عن المواثيق والأعراف الدولية. القرصنة الجوية القطرية هكذا يجب أن تعرف، فعندما تحرك الدوحة مقاتلاتها لاعتراض الطائرات المدنية كصبية يرسلون للجو طائراتهم الورقية، حينها ندرك عزم قطر على إشعال المنطقة عبر أحداث مفتعلة. لماذا تحشر قطر طائراتها الورقية في أزمة قطع علاقات دبلوماسية؟ وهذا ما لم يكن في الحسبان، إذ لم يشهد العالم كهذه الحادثة في أي أزمة سياسية لا مكان للحل العسكري فيها، وهذا ما يجب على المجتمع الدولي ألا يسكت عنه. شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات اتخذت ما يجب من إجراءات وقدمت شكوى لدى منظمة الطيران المدني الدولية، وذلك على ضوء الواقعة التي رصدت مؤخرا عندما قامت مقاتلتان قطريتان تحلقان فوق المياه الدولية ضمن إقليم البحرين لمعلومات الطيران وتحت طائرة إماراتية متجهة من الفجيرة إلى روما. وحسب اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي، فقد جاء في المادة 3 أنه لا يجوز لطائرة دولة ما أن تطير فوق إقليم دولة أخرى أو أن تهبط عليه إلا إذا كانت قد حصلت على ترخيص. دولة الإمارات هي أيضا في طريقها لتقديم شكوى في منظمة الطيران الدولية، حيث صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية سلطان المنصوري أن الواقعة عمل استفزازي، وقال إن الإمارات ستقدم شكوى جديدة، مضيفا أنها لن تغير مسارات رحلاتها المدنية. إصرار قطري مستفز ومراوغة لن تؤدي لنتيجة سوى الجزاءات والعقوبات الدولية، خصوصا وأن شكاوى البحرين والإمارات مدعومة بأدلة دامغة تبين التصرف القطري الأرعن، والسؤال متى يقف المجتمع الدولي بجدية إزاء تلك الطائرات الورقية؟